عايزين نقول كمان مبروك قرار المشاركه في مونديال العالم للانديه للموسم الثالث على التوالي اللي هيقام في المغرب. يمكن يكون ربنا يعني عمل كده تعويضا عن الخساره الغير منطقيه لبطوله دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات لما لعبنا مباراه واحده فقط في النهائي وعلى ملعب الفريق المنافس. طبعا مونديال العالم هيشارك فيه طبعا ريال مدريد بطل اوروبا، واكيد حلم برضه بالنسبه لنا ان احنا نواجه ريال مدريد، اكيد هيكون امر عظيم جدا يستحقه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ان هم يلعبوا مع ريال مدريد مباراه رسميه زي ما لعبنا قبل كده مع البايرن مباراه رسميه في النسخه قبل الاخيره، واكيد كل تمنياتنا بالتوفيق. كل التوفيق، وكان خبر حلو بتهيألي اسعدنا كلنا كاهلاويه كمان فتره الويك اند يعني بالتوفيق. زي ما انت قلت هنلعب برضو مباريات او هيبقى عندنا مباريات مهمه، وريال مدريد فريق حلو جدا ان انت تلعبه، لكن برضو يا كريم مش عايزين نخش بحته ان ده ريال مدريد يعني ستيل برضو ده ريال مدريد واحنا النادي الاهلي، واللي عنده مشكله في ده يرجع برضو لتاريخ ده والتاريخ ده. الموضوع مش بعيد خالص، حتى لو في فرق في الاحتراف، انا هنا مش بقول اي كلام على فكره، حتى لو في فرق في الاحتراف وطريقه اللعب وكله، لكن انت عندك تاريخ هنا وعندك تاريخ هنا والاثنين مش بعيد عن بعض بالمناسبه. بدليل ان البطوله دي بتضم كبار العالم اصلا طبعا. يعني الفرق هي بتضم كبار العالم طبعا. وبالتالي طبعا النادي الاهلي من كبار انديه العالم، وده بالورقه والقلم، مش احنا اللي طالعين نتكلم عن نفسنا نقول احنا كذا، يعني مش القاب بنديها لنفسنا، فكل حاجه اعتقد معروفه على كل حال.